اسمي شيماء علوش، عمري 9 سنين، بلدي اسمها سوريا، محافظتي حمص. كنا عايشين بأمان، هون البرد كتير، لما نتساقط علينا التلج يعني قامت تتنقط علينا الخيم، بتفوت علينا المي، ما مأمن التدفئة، ما مأمن الملابس. حتى أنا كل يوم التاني أمرض، الأطفال كل يوم التاني يمرضوا، هون البرد مو طبيعي. يعني هنيك بحمص كان مأمن كل شيء، هون ما منيح. هون في وحيد، أتمنى إني أرجع على بلدي وأعيش بأمان مثل أول. شيماء binlerce Suriyeli çocuktan sadece biri ve temel insani ihtiyaçlarını karşılayacak her yardıma muhtaç. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, büyük kış yardımı için hazırlıklarına başladı. Yardım kampanyasına destek olmak için arayın 0212 923 1 923 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr